بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. كلمد وين؟ كلمد وين أو كو هوس جرت عرشك إلهي سبحانه وتعالى كو دوغن أو كو هوس تالا عرشك إلهي سبحانه وتعالى كلمدن أيضا أه وا تريجر أما وا كيد كميدة كيدتك جندة سيدة ورنا يا الحاكم في المسدري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبا هريرة صحابي قال يرادو أيام مارين نبي بحكور عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على كلمة أبا هريرة وما كنت سيا ألا أدلك وكوش الماماي وما كنت سيا على كلمة كلمة من تحت العرش وعرشك إلهي هوسيس أولي من كنوز الجنة جنة كنوز دا تريجر ذا الجنة كمدة ما كوش الماماي يا أبا هريرة أيو حبيبك عليه الصلاة والسلام مركاسا أبا هريرة صحابي قيمها بدن أبا هرة وحول بق وخيرة وح وجود ذلك جري سي أنا عادي أهين تاسنا وحي كنت إنه نبي ملازم يو بل ونقضه تتك أجوب بدن إيسو جوريا قول كي نبي عليه الصلاة والسلام حديث تنبي لك جوريا أبا هريرة توب تينك أيو كجري ألا أدلك ما كوت الماما كلمة داعية داعية ربع إن أديكو حسوسيو إن أنا حسوسيو سي إنغونا عرشك إلهي باسورد ذا كوهوس جرا سيكرت كوهوس جرا يا جنة ذا كروزي ذا نوقف فايسنو كلمة وين ويان مركز النبي عليه الصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة إذا كعل علي أوله لا حول إمام النووي ومركو فسر يوحى إليه لا حول ولا قوة قف وحا اقول له انا خيرنا ما كان سنكرو شرنا اسك ما علين كرو وحا سو دنبا الهي بان وتلا سارتك الله اكبر كلمه دايده مركا اجراهدو الهي با سو جوابي برنبي عليه الصلاه والسلام فيقول الله تعالى الهي با وحرنا يا اسلم عبدي واستسلم اتون كيغي اموري سي انو اي ديبتي وونا اي هوغان سمي ان سن ولا سن بان او ماامليا ودبريا لا حول ولا قوه الا بالله مركزتا وتكرب درينتو شدائد كربك محمك امتحاناتك وحولبا اعتماد او قبسو له لا حول ولا قوه الا بالله بل احاديث تقاربا كسر اوري اذكارات وحكمده قفكم مركو غرغيسه كبحايو ودوه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله بقد غرغده كبحايسو ومغالده اي فتن كده اي شياطين تا اي شرور تا ضبحايسو حدات راهذ لا حول ولا قوه الا بالله كفي تورقي يعني ولو كافنيا أول هذا نوال إلالنيا حراسنا ولا قابنيا علنا ولا قد تاجيا كلمة داعية ده علن بين ملكتك تاجيسا كلمة داعية ده يا ريسن أوده لا حول ولا قوة إلا بالله ودردارن كي أنبيا ده وكلمة دين ده أدك حوجنيسو وكلمة دب إجادك وقول حنيسو وكلمة درجاتك السرية جنة أدك جاريسو لازم بارك الله فيك ولكي السلام عليكم ورحمة